بيرسي تاو مصاب. اه فعلا هو مصاب. مدة الغياب، تفاصيل الإصابة، كل الكلام ده هنعرفه دلوقتي مع حضراتكم من خلال زميلنا العزيز محمد توفيق مراسل قناة الأهلي واللي متواجد في استاد مختار التتش بخصوص متابعة استعدادات النادي الأهلي لمباراة السوبر. فهنسأل توفيق على كل حاجة وهو أكيد هيدينا كلنا كل الإجابات. يا توفيق أهلا بيك. مساء الخير يا امير، تحياتي ليك ولكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان. اهلا بيك يا محمد. خلينا نبتدي معاك بالخبر الاهم وهو بيرسي تاو واصابته. تفاصيل الاصابه ايه؟ انا عارف ان اكيد تواصلت مع الجهاز الطبي، ايه اخر التطورات واخر التفاصيل بخصوص بيرسي تاو؟ زي ما ذكرت امير، يمكن ما فيش انباء بتتردد داخل مصر بشكل عام من امبارح غير عن بيرسي تاو واصابته ومده الاصابه، فكان لازم نروح للمسؤول عن الجهاز الطبي بالنادي الاهلي وهو دكتور احمد ابو عبله رئيس الجهاز الطبي بالنادي الاهلي، واتكلمت معاه بالتفصيل عن اصابه بيرسي تاو. فقال ان بيرسي تاو كان عنده اصابه زي ما بنقول في العضله الضامه من يوم 3/9، واخذ مسكن وشارك في المباراه الاولى في التوقف الدولي الاول مع منتخب جنوب افريقيا، وكذلك الحال في المباراه الثانيه برضو اخذ مسكن وشارك. فلما وصل مصر واثناء عمل الفحوصات الطبيه ليه هنا داخل النادي الاهلي والكشف الطبي عنه، اكتشف ان في مزق في العضله الضامه. فقلت للدكتور طب العلاج هياخد ايه؟ قال لي هو كان فيه مزق وكمان تجمع دموي، فتم حقنه بحقنه بلازما وان شاء الله شغالين في برنامج العلاج. قال لي هو تقريبا بقاله 10 ايام عنده حاله المزق دي، فقدامنا تقريبا من 3 اسابيع لاربع اسابيع، وان شاء الله اللاعب يكون جاهز من الناحيه الطبيه ان هو ينزل بقى تدريبات تاهيليه، وان شاء الله يخش مع بقيه الفريق تباعا طبق البرنامج اللي هيوضعه الجهاز الفني هنا، الجهاز الفني والجهاز الطبي بالنادي الاهلي يا امير. طيب اذا يا توفيق، عشان برضو ايه نمسك النقطه واحده واحده كده وناكد المعلومه مع الجمهور، في البعض بيقول لك اصل بيرسي تاو اتصاب اول ما جه النادي الاهلي او اول تمرينه ليه مع الفريق لما اللعيبه رحبت بيه وقعد عمل سبرنت فالاصابه جات له، والكلام من ده. الناس بتحاول تاخد الموضوع في اطار الازمات، وحتى لو ده حصل فده اصلا طبيعي، دي تبقى اصابه قدريه، وارد ان هو يتصاب مع الاهلي او يتصاب مع منتخب بلاده. لكن انت بتقول لنا معلومه مهمه جدا ان اللاعب اصلا اتصاب من يوم 3/9 مع المنتخب الجنوب افريقي وخد مسكنات عشان يلعب الماتشين، لان هو لعيب مهم بالنسبه للمنتخب وعمل اتعادل ماتش وكسب ماتش. فهو ده الاكيد، وهو او هي دي المعلومه اللي انت خدتها من الدكتور احمد ابو عبل، مظبوط؟ بالفعل يا امير، يعني ده كان الحوار مع الدكتور، واكيد تمام. يعني غير الكشف الطبي اللي تم هنا داخل مصر من النادي الاهلي والجهاز الطبي اللي على اعلى مستوى، كمان اكيد الدكتور احمد ابو عبله اتكلم مع اللاعب وساله عن التاريخ المرضي للشكوى. يعني اللاعب نفسه هو اللي اكد للدكتور اكيد ان الشكوى بدات معاه من يوم 3/9 قبل المباراه الاولى لمنتخب جنوب افريقيا في تصفيات المؤهله لكاس العالم. فاللاعب اكيد اللي وضح ان هو اخذ مسكن اول مره واخذ مسكن ثاني مره، يمكن كمان كان لعيب عامل مباراه كبيره جدا وهو اخذ مسكن امام غانا وشارك بالفعل في جزء كبير من المباراه. فلا ده طبعا في كل الادعاءات او كل ما يروج له البعض ان اللعيب اتصاب او النادي الاهلي، وده لو حصل فطبعا دي اصابه قدريه ما حدش يقدر يتكلم فيها، لكن احنا بنبين الحقيقه كما ذكرها المسؤول وهو الدكتور احمد ابو عبد رئيس الجهاز الطبي بالنادي الاهلي. ده امر مهم جدا في الحقيقه. بالتالي كده بيرسي تاو خارج معسكر النادي الاهلي القادم، وهيكون متواجد في القاهره عشان يؤدي فترات علاجه، وان شاء الله يخلص الفتره دي على خير ويرجع عشان يكون داعم رئيسي في او ليه صفوف النادي الاهلي. طيب